من أكثر الأسئلة اللي بتخطر على بالي وعلى بال أي شخص جديد أجع على دولة قطر، أنا لما أجيك على دولة قطر أول مرة، وين بدي أسكن، وين أدور على سكن، وقديش أنا لازم أدفع على هذا السكن، وبيكون إشي مناسب ولا مش إشي مناسب، وأقرب منطقة للمكان اللي أنا موجود فيه. And what so ever. علشان هيك هذا الفيديو أنا بدي أحكي عن هذا الموضوع. أنا جاسر مصطفى، مهندس معماري مقيم في دولة قطر، بشتغل في دولة قطر من عام 2015، وهاي تشانل جي توبس، وهاي سلسلة اعرف اكثر. خلينا نعرف اكثر. طيب السؤال اللي بتردد كثير، حكينا انه وين اسكن، بدي لكم فيه والى اخره، حكيت عن الوكيل، حكيت عن المصاريف، حكيت عن استئجار الشقق في فيديوز ثانيه، وحكيت عن انك انت كيف تيجي على دوله قطر. جيت يا سيدي على دوله قطر واشتغلت في منطقه من المناطق، بدك تعرف كيف تدور او وين تدور. هذا السؤال اللي انا قبل فتره شفته على واحده من جروبس المغتربين الاردنيين الموجوده في او الموجودين عفوا في دوله قطر، واللي هي على الفيسبوك، واجاني كثير كمان على الشانل وعلى البرايفت والدايركت مسجز. شو السؤال بيحكي؟ بيحكي لهذا الشخص تحديدا اللي انا عم بحكي عنه، انه هو بيشتغل او حصل على عقد عمل في مدينه لوسيل، وهاي الكوتيشن هيك على جنب. مدينه لوسيل هي مدينه جديده موجوده في دوله قطر، ومن المدن المرتبه، وخلينا نحكي الكثير جديده، والعمران فيها كثير حلو موجوده في دوله قطر. بيسال هذا الشخص اللاقى في مدينة لوسيل، وين أحسن مكان قريب على مدينة لوسيل إن أنا أدور فيه على سكن، ويكون هذا السكن غرفة وصالة مفروشين، وقديش لازم أدفع إيجارهم، وهل الإيجار ثابت ولا بقدر أتناقش أو أفاصل شركة التأجير على المبلغ اللي أنا بدي أدفعه للإيجار الشهري. هذا اللي بدي أجاوبه في هذا الفيديو من تعليقات الناس على هذا الفيديو، وراح أحكي كمان رأيي الشخصي في الموضوع. من اول التعليقات اللي اجت من شخص اصلا بيشتغل في مدينه لوسيل، بيحكي له انه انا بشتغل في مدينه لوسيل، وانا ساكن في منطقه اسمها القطيفيه، تقدر تدور فيها وتلاقي سكن مفروش بالمواصلات اللي انت طلبتها بحدود ال 5000 ريال قطري، وممكن تدور في مناطق ثانيه اذا انت بدك. اللي بعده حكى له انه انت اذا بدك تستاجر في لوسيل، طبعا مدينه لوسيل اجاراتها غاليه، بيحكي له انه انت ممكن تلاقي بحدود 9 الى 10000 ريال، لكن اذا انت بدك تدور في مناطق شوي قريبة على لوسيل وما تسكن في لوسيل نفسها، فانت ممكن تسكن عفوا في منطقة اسمها القطيفية، او منطقة اسمها الدحيل، او منطقة اسمها العبيب، بتلاقي فيهم ارخص شوي من لوسيل. في تعليق تاني كمان حكى له انه انت اذا بتدور منطقة اسمها رخيصة، او منطقة اسمها الزغوة، ممكن تلاقي هذا اللي انت طالبه ب 3500 ريال، واذا بدك اياه غير مفروش ممكن تاخذه ب 3000 ريال. راح احط على السكرين عدة اراء وعدة كومنتس من الناس اللي بتشتغل في دولة قطر، واللي عارفة وين المناطق اللي ممكن الناس تسكن فيها، وايش الاجارات الموجودة. اللي انا بدي احكي لك اياه انه انت بتلاحظ دائما فروقات متفاوتة في اسعار الايجارات في المناطق في دولة قطر. زي لوسيل مثلا، المواصفات المطلوبة ممكن تلاقيها ب 9000 ريال 8000 ريال مثلا، ممكن تاخذ غرفتين 8000 ل 10000 ريال وبتاخذها مفروشة. قريبة على لوسيل في منطقة اللؤلؤة، لكن منطقة اللؤلؤة تعتبر من المناطق اللي غالية في الأجارات. ممكن أنت إذا بدك بعد أكثر تروح على المناطق اللي حكيناها من تعليقات الناس وتلاقي هاي الأجارات، وممكن كمان إذا بدك تسكن المنطقة كمان مرتبة ممكن تروح على الوست باي أو تروح على الدفنة، أنا بعتبرهم قريبين برضو على لوسيل. أجاراتهم مش منخفضة، مش قليلة، لكنها أقل من لوسيل، ممكن طبعا تلاقي أعلى من لوسيل، لكن بتضل بالرينج اللي أنت ممكن تكون بدك تدور عليه. ممكن تلاقي غرفة وصالة وتكون واسعة ومفروشة وتلاقيها ب 6000 ريال مثلا، ممكن تلاقي غرفتين وصالة مش مفروشين وتاخذهم ب 5000 ريال، فأنت ممكن إنك أنت تلاقي إذا دورت منيح في هاي المناطق. أنا بدي أحكي نصيحة كثير مهمة للناس اللي تيجي جديدة على دولة قطر، إذا أنت بتدور على سكن، أهم شيء إذا أنت جديد جاي على دولة قطر أكيد ما راح يكون معك سيارة، وإذا ما كان معك سيارة حاول إنك أنت تلاقي سكن في المناطق اللي بيخدمها المترو. المترو خدمة خرافية، أسعار جدا قليلة، أرخص كثير من التاكسي والمواصلات اللي أنت ممكن تركبها. فحاول إنك أنت تكون قريب على واحدة من محطات المترو، بتقدر تفتح الماب أو الأبلكيشن تبع المترو تبع الدوحة أو تبع دولة قطر، وتلاقي وين الأماكن اللي فيها هاي الستيشنز. لهون أنا بكون حكيت الآراء، حكيت إيش رأيي أنا وين ممكن تسكن كمان. إن شاء الله إني أكون فدت يعني لو شخص واحد جاي على دولة قطر. وهون انا بكون وصلت لنهايه الفيديو، اذا شفتوا انه هو مفيد هذا الفيديو او ممكن يفيد ناس انت بتعرفهم، فياريت لو نعمل لايك ونبعثه للناس اللي ممكن يكون هذا الفيديو بفيدهم. اذا احنا جداد على القناه فياريت لو نعمل سبسكرايب او اشتراك في القناه، ونعمل انيبل نوتيفيكيشن بيل لحتى دائما
يجينا نوتيفيكيشن عن كل فيديو جديد ممكن يكون انه بهمنا لحتى نقدر نتبع في المعلومات اللي عم نحكيها على الشانل الاول باول. من هون اشوفكم فيديو تاني، دمتم بصحه وود وحب وسلام، وبشوفكم ان شاء الله بفيديو جديد، ومع السلامه.